ندوة نقاشية في معهد السلام الأمريكي بشأن تحقيق الاستقرار في العراق ومستقبل الأقليات، ابتدأها السفير العراقي لدى واشنطن بكلمة تحدث فيها عن تحديات مرحلة ما بعد تنظيم داعش، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لبلاده في هذا المجال. ثم جاء دور ممثلة إقليم كردستان العراق في أمريكا لإلقاء كلمتها، وما أن اعتلت المنصة حتى قام مجموعة من الشباب المسيحيين الآشوريين برفع لافتات وترديد شعارات تندد بسياسات حكومة الإقليم تجاه الأقليات. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فإذا بأحد الحضور يوجه سؤالاً إلى ممثلة الإقليم عن أسباب إقالة مدير ناحية القوش وتعيين آخر كردي غير منتخب، ولأن هذا مخطط لطرد المسيحيين من المنطقة وضمها إلى أراضي الإقليم. حسب ما فهمت فإن قرار تنحية مدير ناحية القوش جاء عبر المجلس المحلي، ولم يكن قرارا سياسيا كما كانت هنالك تظاهرات ضده بسبب طريقة إدارته. وأود أن أسألك سؤالا، وهو إذا كانت حكومة الإقليم بهذا السوء تجاه المسيحيين، فلماذا اختارت الغالبية منهم اللجوء إلى الإقليم وليس مكانا آخر؟ We can have this conversation. I think this is an important conversation, but I'd ask that we be able to move on to the next question, and that be. ثم اتهم الرجل الإقليم بتجريد المسيحيين من أسلحتهم قبل أسبوعين من هجوم تنظيم داعش على مدنهم، فحصل الذي حصل، وهو الأمر الذي رفضته ممثلة الإقليم جملة وتفصيلا. بعدها استؤنفت المناقشة ليطرح المتحدثون رؤيتهم في كيفية معالجة الأمور في العراق وتحقيق المصالحة بين المكونات المختلفة وإعادة الثقة فيما بينهم من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم والعيش معا من جديد. وكان ختام الندوة دعوة وجهها السفير العراقي لأحد الأيزيديين الحاضرين، والذي تحدث عن الخوف في العودة إلى مناطقهم، دعاه ومن خلاله كل العراقيين المغتربين إلى تجاوز الخوف والعمل على مساعدة أهلهم في الداخل بأي طريقة كانت لتحقيق الاستقرار في العراق. علي شكور، الحرة، واشنطن.